أما دلوقتي خلينا نروح لدينا مرة تانية عشان تعرفنا على ملخص سريع لأحوال الطقس. تفضلي يا دينا. بشكرك يا جمانة. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. والطقس النهاردة بيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط الرياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 39، وأقل درجة حرارة في السلوم 28 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.